أنا هبدأ الفقرة دي بكلمة كابتن سيد عبد الحفيظ لما قال وحددها كده وقال حققنا فوز على فريق كبير لكن لسه البطولة لم تحسم بعد، وأعتقد كلنا متفقين على هذه النقطة. الأهلي كان عظيم جدا، عمل ماتش هايل جدا أمام الترجي، الحمد لله بنتكلم إنه فاضل على الحلم يعني خطوة بسيطة وبإذن الله تكلل بفوز الأهلي، ولكن كايزر تشيفز برضو جنوب أفريقي هو يعني فريق تقيل. عايزين نتكلم أكتر ونحلل أكتر، ومين يعني اللي هيحلل معانا أحسن من دكتور احمد ثابت محلل الاداء بقناه الاهلي؟ بجد منورنا النهارده. لا نور حضرتك، ومتالقين يعني دايما وعاملين حاله كده، برنامج خفيف وروحه حلوه الصبح. ربنا يخليك، ربنا يخلي البرنامج استاد لطفا بوجودك معانا النهارده. سعداء جدا لوجودك دكتور احمد، وبطبيعه الحال لازم نبتدي معاك بكيف رايت مباراه الامس. بالتاكيد يعني كانت مباراه صعبه جدا، يمكن البعض شافها عشان احنا كسبنا 1-0 ان المباراه تم حسمها، لكن مباراه زي دي لا، انت بتلعب كمان فرقه كبيره قوي الترجي، فرقه كبيره ان هي كمان في اخر 3 سنين هم محققين البطوله مرتين في اخر 3 سنين، ففرقه عندها شخصيه، فرقه ان هي تقدر ترجع. شفنا حتى في اول نص ساعه هم نازلين ضغط عالي، نازلين بروح وشخصيه فريق كويس، ولكن طبعا موسيماني يعني مدرب يعني كبير جدا بصراحه. صحيح. واحد من افضل المدربين. يمكن انا بشوف ان النادي الاهلي كله على بعضه منظومه متكامله. ازاي منظومه متكامله؟ بصراحه دور كبير جدا 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 لكابتن محمود الخطيب. يمكن الناس مش حاسه بالدور ده، بس انا هقول لحضرتك حاجه، هو كابتن محمود الخطيب بيعملها الناس مش حاسه بيها في الفتره الاخيره. يمكن من سنه 2000 او الجيل الذهبي كان فيه جماهير، فالجماهير دي كانت بتدي دفعه كبيره جدا جدا جدا. صحيح. كابتن محمود الخطيب بيعمل يعني طبعا الجمهور هو اللاعب رقم واحد بكل تاكيد، جمهور النادي الاهلي، ولكن كابتن محمود الخطيب بيحاول يعوض الحته دي دايما بحضوره مع الفرقه في كل السفريات اللي بره. صحيح. حتى قبل المباراه كنت تلاقيه حاضر التمرين، حضوره للتمرين ده رساله، كان الجمهور كان دايما في ايام الجماهير كانت الجمهور تحضر التمرين الاخيره بحيث ان هي تدي الدفعه المعنويه للعيبه. كابتن محمود الخطيب بيعمل الدور ده بصراحه فعلا. الحاجه الثانيه الجهاز الاداري، الجهاز الفني كله بقى بقيادة كابتن سيد، بصراحه واحد من الاداريين الممتازين جدا. يمكن هو قال لك لينا حاجه عند الترجي عايزين ناخدها يعني حاجه، وفعلا اخذناها يعني، اللي هي ان احنا الثأر في الكوره دي حاجه كويسه، يعني ان انت ترجع بنتيجه تانية، انت تبقى مثلا خسران وعايز ان انت تعوض، دي حاجه طبعا. يعني حاجه كبيره جدا. برضو الجهاز الفني، اللعيبه، الجمهور، حتى لو هو مش متواجد ولكن هو بيدعم اللعيبه بالرسائل ورسائل الدعم دايما، والترندات اللي بتتعمل حاجه محترمه جدا. لكن تحديدا بيتسو موسيماني واحد من افضل المدربين اللي شفتهم بصراحه. كلنا اعتقد يعني بالنسبه كبيره متفق جدا، الناس اعتقد حتى اللي كان عنده تشكيك في الاول دلوقتي الاجماع ان بيتسو موسيماني بجد مدرب من العيار الثقيل. بالتوفيق ليه وللفريق ان شاء الله. خلينا بس نستاذن حضراتكم دلوقتي، هنروح لايف فيو وتدريب الاهلي، ومراسلنا هناك كريم احمد وهو هيجري بعض اللقاءات، هيكون معاه كابتن سامي قمصان وكابتن حسين الشحات. طيب خلينا نشوف دلوقتي كده مع بعض، اتفضل. برحب بيك يا زميلتي العزيزه نهوان، طبعا كل التحيه ليكي ولزميلي العزيز كريم، واكيد طبعا محللنا المميز جدا دكتور احمد ثابت. بيصبح عليك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. انا مش سامع. اتفضل يا كريم، احنا سامعينك، ويعني انا عايز اعرف منك كده، نقل لنا الصوره دلوقتي حيه من عندك والتدريب وايه اللي دار والاستقبال، وانتوا حتى في الطريق لغايه التتش الناس ازاي استقبلتكم، انا عايزه صوره حيه من عندك، اتفضل. بالتاكيد طبعا يعني بنبارك اكيد لفريق النادي الاهلي، الجهاز الفني، مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه على المجهود الكبير على مدار البطوله حتى هذه اللحظه. الحقيقه مجهود كبير جدا جدا، بدايه طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان ليه دور فعال خلال الفتره اللي فاتت، رساله المستمره، الدعم المستمر، وبعدين العمل زميلتي نوان زميلي كريم دكتور احمد ثابت ايضا كمان، العمل في كل الاتجاهات، انشاءات، تدريبات، بيحضر، بيوفر طائرات خاصه، امور عديده جدا الحقيقه تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي على توفير المناخ الطيب، وعشان المناخ الطيب ده قدر لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني ان هم يوصلوا لهذه المرحله في البطوله الافريقيه. ان شاء الله باذن الله تكون البطوله العاشره من نصيب النادي الاهلي. ارقام قياسيه عديده جدا بتضرب سواء لبيتسو موسيماني في انتظاره مع لعيبه النادي الاهلي، بطولتين تحسب لبيتسو موسيماني تعادل الرقم طبعا الخاص باسطوره التدريب مانويل جوزيه، امور عديده جدا اكيد الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله بناملها ان شاء الله تكون البطوله العاشره من نصيب النادي الاهلي بالجهد الكبير وبالاصرار اللي احنا شفناه وبالقراءات الحقيقه المميزه جدا لبيتسو موسيماني اللي حابين يديله حقه الحقيقه مع كل لعيبه النادي الاهلي.
الاهلي مميز جدا الحقيقه الفتره اللي فاتت، قراءاته سواء قبل المباراه ومن خارج الخطوط كمان، يعني مهما كان التحضير للمباراه ده امر مهم جدا، لكن القراءه في وسط 90 دقيقه ده امر اكتر كمان خطوره واكتر اهميه، والحقيقه مميز جدا فيه. وكمان لعبتنا بقى مساعداه بشكل كبير جدا، لان لعبتنا عندها يعني حلم كبير وعندها امل كبير واصرار كبير، وشخصيه النادي الاهلي بنشوفها في كل المباريات مهما كانت الاصابات مهما كانت الغيابات مهما كان الضغط. ويمكن شفنا الحاله كانت في تونس عامله ازاي، وشفنا اصرار اللعيبه كان ازاي، كل الامور دي يمكن نقلت اللعيبه بشكل كبير جدا لدوافع كبيره، والنتيجه كمان كانت كبيره جدا على فريق بقيمه الترجي امس مع اداء مميز لفريق النادي الاهلي. ده اللي احنا بيبسطنا، جمهور النادي الاهلي ماشي رافع راسه فوق، ويمكن معروف طبعا جمهورنا على طول رافع راسه فوق، لكن المرحله دي والفتره اللي احنا فيها دي الحقيقه الكل سعيد جدا باداء النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا وهو ده مكانه، وعندنا طموح كبير وعندنا امل كبير ان احنا يبقى عندنا البطوله ال10 وال11 وال12 ده الهدف، وهو ده قدر النادي الاهلي. الحقيقه نقدر نقول بقى بدون يعني خلاص راحه مباشره، يعني لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني على طول عقب انتهاء المباراه في ملعب مختار التتش. انت عارفه طبعا زميلتي نهوان زميلي الكريم، يعني هيكون تدريب بسيط النهارده، ريكفري طبعا لكل لعيبه النادي الاهلي، مش هيبقى فيه جرعه قويه، لكن اكيد كل اللعيبه اللي ما شاركتش خلال التدريب او خلال الايام الماضيه هيكون جرعه تدريبيه النهارده ان شاء الله قويه لهم، يا رب ان شاء الله باذن الله يستفيد منهم بشكل عام بيتسو موسيماني. وايضا كمان الدور الكبير اللي بنتمناه بقى الفتره اللي جايه من جمهور النادي الاهلي، يعني جمهور النادي الاهلي الحقيقه بيساند وبيدعم بشكل كبير المرحله اللي فاتت، ومنتظرين اكتر من كده كمان لان دورهم كبير جدا. كنا بنامل العدد يكون في استاد طبعا السلام ومباراه الترجي عدد من الجمهور، لكن القله الحقيقه اللي كانت متواجده كان ليهم دور وكان ليهم تحفيز. يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله بروحه الكبيره وبشخصيته الكبيره يحصل على البطوله رقم 10 اللي تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. رائع جدا جدا، يعني بالتوفيق طبعا للفريق، ويعني احنا كلنا كده عندنا امال زي ما انت بتقول يا كريم، وباذن الله هي خطوه صغيره ونفرح كلنا يعني باذن الله، يعني يكلل الاهلي والفوز يكون من نصيبه في المباراه القادمه. انا بشكرك جدا جدا يا كريم، وتغطيتنا اكيد مستمره مع حضراتكم، واللقاءات بقى اللي انا كنت بقول عليها ان شاء الله هي جايه بس على خلال يعني الحلقه. ومن منطلق ان فاضل على الحلو تكه زي ما بيقولوا، شايف التكه دي أيوة. ازاي يعني مباراه النهائي التكه مش سهله برده، هو اكيد هو قدر النادي الاهلي دايما ان احنا بنحتفل بعد البطوله، يعني احنا ما بنحتفلش بعد مباراه، بعد الفوز بمباراه دايما اللي بيفرح اخيرا بيفرح كثيرا من الاخر يعني. بس طبعا مباراه كايزر تشيفز انا بشوفها مباراه دمها تقيل جدا جدا جدا، دمها تقيل، فرقه رخمه يعني، فرقه اللي هو بيقولوا بقى ان هو فرقه سهله او كده، لا فرقه هقول لحضرتك مشوارها في البطوله اصلا مشوار غريب، اصل يكون ان هي وصلت للنهائي اساسا معناه ان هو فريق مش ضعيف طبعا، بس هي المباراه بالامس الوداد كان بيلعب كويس جدا بصراحه طبعا، بس هي مشوارها في البطوله سيناريو غريب، سيناريو اللي هو رايح يعني مثلا اول حاجه في دور ال 32 اللي هو قبل مرحله دور المجموعات خسروا، كانوا بيلعبوا بريميرو دو اغوستو الانجولي، خسروا على ملعبهم 1-0 او اتعادلوا 0-0 وراحوا في الاياب كسبوا 1-0 بره ملعبهم. فدي اول حاجه كده سيناريو غريب. بعد كده في دور المجموعات اتعادلوا اول ماتش، بعد كده خسروا من الوداد، فالكل قالك هم خارج بره البطوله، كملوا وكسبوا بعد كده، جم في اخر مباراه في دور المجموعات كان الوداد هو الاول، كانت المنافسه ما بينهم وما بين حريه الغيني، في اخر ماتش هم اتعادلوا 2-2 في الدقيقه 76 ونجحوا ان هم يتاهلوا تاني، فالسيناريو بتاعهم يقلق شويه. بعد كده طلعوا مين في دور الثمانيه؟ قابلوا سيمبا اللي هو كان متصدر مجموعه النادي الاهلي، خرجوه كسبوه 4-0 وبعد كده اتغلبوا 3-0. بعد كده خرجوا الوداد اللي هو كان المرشح الاول ان هو يوصل للنهائي لان النهائي كان على ملعبه. ففرقه فعلا يعني نقدر نقول مباراه مش متوقعه، مش دمها تقيل و50 50، طالما وصلت النهائي يبقى الفرقه 50 50 طبعا. بس ممكن لو رجعنا ل 2002 ساعه لما الاهلي برده كان لاعب نفس الفريق في السوبر الافريقي وكانت النتيجه 4-1 وقتها كمان للنادي الاهلي، هل دي اشاره ما لشيء؟ وشها خير، وشه خير علينا، بس برضو لازم علينا احترام الفرقه بشكل كويس جدا، علينا دراستها، علينا الدعم، علينا ان نعرف ان لسه ما خدناش البطوله، لسه في مباراه نهائيه، وعلينا ان احنا نقف ورا الفرقه، وزي ما قلت لحضرتك من يفرح اخيرا يفرح كثيرا، دي نقطه مهمه جدا. طيب لو برضو اتكلمنا في النقطه دي وسالتك هل كان ده السيناريو الافضل ولا كان لو كنا قابلنا الوداد؟ يعني لان احنا حسب ما بنشوف التحليلات المختلفه لا كله كان نفسه ان احنا الفاينل يبقى مع كايزر احسن. هي الفكره ان خلاص يعني انا بشوف ان اللي حصل حصل، يعني هو طبعا الوداد كان هيبقى عشان على ملعبهم فهتديهم فيها النسبه يعني افضليه ليهم شويه، لكن انت دلوقتي رايح تلعب في ملعب محايد ما بينك وبين كايزر تشيفز فالسيناريو افضل شويه، فالنسبه 50 50 السيناريو افضل، ولكن برضو علينا احترام الخصم، وزي ما قلت حق قدر النادي الاهلي هو دايما الاحتفال بعد البطوله،
احنا ما بنحتفلش بالوصول للنهائي، احنا بنحتفل صح. بعد البطوله. وحياتك وساعات ما بيبقاش عندنا وقت نحتفل بعد البطوله بمنطلق ان بعد ايام او اسابيع في بطوله ثانيه، احنا نفسنا نفرح. ما ده اللي حاصل حاليا. امبارح انت بتريح الجزء من اللعيبه الاساسيين وتدخل بعض اللعيبه اللي هي عايز ترجع اجايه، عايز ترجع وليد سليمان، عايز ترجع حسين الشحات. ليه؟ لان انت عندك يوم الخميس مباراه بيراميدز عايز تكسبها عشان تمشي في الدوري كويس. ايوه فده قدر الفرق الكبيره اللي هي زي النادي الاهلي. طيب لو احنا اتكلمنا بقى عن المشهد الجميل امبارح، مش بس قلنا وهنقعد نكرر مش فوز حلو لا او عظيم، لا طبعا. احنا شفنا كوره حلوه قوي طبعا. فعلا، ويمكن لحضرتك تتفق معايا يا دكتور طبعا. من بعد الراحه دي والعوده مره تانية الاداء افضل بكتير، وتحس كمان بدنيا واللياقه عند اللعيبه احسن. ده بصراحه يعني كانت رؤيه ممتازه جدا من الجهاز الفني من مستر بيتسو، يعني ان هو يدي للعيبه راحه، لان اللعيبه تلاحم مواسم كتير جدا صحيح. فانت كانوا محتاجين راحه، وفي نفس الوقت اشتغلوا برضو على الجانب. تحيه يعني مدرب الاحمال البدني ان هو قدر ان هو يرجع الفرقه. شفنا حتى تفوقنا في الشوط الثاني في المباراتين صحيح. ده دليل ان الفرقه واقفه على رجليها صح، والبدني بتاعك شغال صح، فده دليل تحيه لمدرب الاحمال البدنيه. ولكن نبدا بقى نشوف الحالات الفنيه او الصور اللي معانا، هنلاقي ان هم اول نص ساعه الترجي كان نازل واضح جدا 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 بالضغط العالي، سياسه الضغط العالي. لو بصينا على اول صوره هنلاقي ان هم ضاغطين يعني بص حضرتك ده محمد الشناوي بيلعب ضربه المرمى، شوف كام لاعب من الترجي، 1 2 اللي هم لابسين طبعا ازرق قدام الناس على الشاشه، 1 2 3 4 5 6 7 سبع لعيبه من الترجي في وسط ملعب النادي الاهلي. ده عايز يمنعك ان انت تحضر الهجمه من تحت طبعا. تبني الهجمه، وبالتالي في 8 لعيبه بيغطيهم من ورا في سوني كولوبالي، حتى الباك الشمال متقدم. ده دليل ايه؟ ان كان في هم بيحاولوا يخطفوا النادي الاهلي ويفاجئونا في اول نص ساعه ان هم يخطفوا هدف، وفعلا كانوا هيقدروا يسجلوا من خلال عبد الرؤوف بن قيس التسديده، ولكن تالق محمد الشناوي في ديت. وده دايما اللي بنتكلم ان الحارس الكبير بيبان، حارس النادي الاهلي بيبان في لقطه واحده هي اللي بتصنع الفارق. نبص برضو ادي الصوره الثانيه معانا اهي، ده برضو الضغط العالي. ليه شكلنا في النص ساعه الاولانيه ما كانش بنفس الاداء برضو في اخر المباراه؟ احنا تالقنا اكتر بعد اول 30 دقيقه. ليه؟ لان برضو هم عملوا ضغط عالي علينا. عشان كده كنا بنقول قبل المباراه ان المباراه مش سهله. هم عملوا ضغط عالي ونجحوا ان هم يعملوا ضغط عالي علينا، وكان اهو بص كام صوره معانا بتاكد سياسه الضغط العالي اللي اتبعوه. فبالتالي انت كان محمد مجدي قفشه محتاج ينزل يسقط شويه للعمق عشان نبدا نبني الهجمه، وده فعلا اللي حصل في من اول الدقيقه 30. نكمل برضو بقيه الصور، نفس الفكره، الضغط العالي برضو بيضغطوا بيه اكتر، 1 2 3 4 5 6 ست لاعبين اهم في وسط ملعب الخصم. وده طبيعي الوقت. جدا في الموقف اللي هما جايين يلعبونا بيه طبعا، لان هو ما عندوش رفاهيه، ما عندوش حاجه يخسرها، وهو قدامه حاجه واحده ان هو عايز يسجل هدف. بالزبط. كان جاي يلعب على ركلات الترجيح ان هو يجيب 1-0 ويرجع يدافع ويلعب على ركلات الترجيح، ده كانت الفرصه الوحيده قدام الترجي. برضو نبص بعد كده ايه اللي حصل بقى، ايه بيتسو. احنا مش هنلحق نبص يعني هنستأذنك نبص طبعا. بعد ونرجع بالفاصل طبعا، فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. اتفضل. مباراة مهمة جدا، والحمد لله وتأهل الحمد لله، اعتقد عن جدارة الحمد لله. المباراة كانت صعبة جدا يعني، خصوصا بعد نتيجة مباراة الوداد وكذا، اعتقد الدوافع بقت كبيرة جدا لكل الفريقين عشان تلعب المباراة النهائية. اعتقد الحمد لله كان عندنا افضلية، يمكن بدأنا المباراة هما بدأوا المباراة بضغط، فاجئونا طبعا بالضغط، لو اننا كنا متوقعين ان هما هيقدروا يضغطوا، لكن برضو بدأوا المباراة بشكل افضل شوية، والحمد لله رجعنا المباراة بسرعة، والحمد لله ضربة الجزاء برضو ساعدتنا شوية ان احنا نرجع ناخد ثقة تاني، والحمد لله ما بعد كده اعتقد كان وان سايد جيم طول المباراة. اعتقد الحمد لله بشكر اللعيبة طبعا على الجهد دوت وعلى النتيجة الكبيرة ديت، ولكن زي ما انت قلت دي خطوة، احنا متعودين دايما ان احنا ما بنفرحش دايما الا ان شاء الله بعد المباراة النهائية، وده اللي احنا بنستعد له من دلوقتي. فصلنا دلوقتي وعندنا برضو مباريات مهمه جدا في الدوري، بقالنا فتره كبيره جدا ما لعبناش مباريات، عندنا هنبدا ببيراميدز ان شاء الله، فاعتقد ان شاء الله نفصل ان شاء الله النهارده، وان شاء الله نستعد لبكره ان شاء الله لمباراه بيراميدز ان شاء الله. كابتن سامي، كنتوا متوقعين ان فريق الترجي طبعا مغلوب على ملعبه هينزل ضاغط وهينزل يهاجم، لكن كان الاهم في ده كله شخصيه اللاعبين في التعامل مع الموقف، الهدوء اللي كان على الدكه بره كان منعكس على اللاعبين في الملعب. بص انت قبل المباراه بيبقى عندك كذا سيناريو، يعني ممكن الناس تلعب كده، ممكن الناس تلعب بزون زي ما بيلعب ويقدر يطول الماتش لحد ما يبقى عنده فرصه اللي هو يعمل كونتر اتاك، لكن هم برضو احنا السيناريو ده كنا متوقعينه،
من شويه حصل لنا دروب شويه في ازاي نتعامل ازاي تخرج بالكوره، لكن اعتقد الحمد لله لما عملناها اعتقد كان لنا افضليه حتى في الهدف اللي احنا ضربه الجزاء اللي احنا احرزناها الحمد لله، كان برده فكينا التكتل الضغط اللي كان معمول علينا عالي وقدرنا الحمد لله نسجل ضربه جزاء فتعت لنا الماتش وساعدتنا الماتش كتير، لان احنا هو ده اللي كنا بنسعى له. يعني الراجل اتكلم ان احنا مهم جدا ان احنا نحاول احنا نسجل، نحاول نعمل ضغط على الفرقه، فاعتقد الحمد لله مش كل السيناريوهات انت بتبقى ماشيه معاك، يعني طبيعي جدا ان انت لان انت بتلعب خصم كبير، فرقه اخر ثلاث بطولات هي محققه بطولتين، فاعتقد فرقه كبيره عندها لعيبه كويسه، عندها مدرب كويس بيشتغل برده كويس، وده طبعا حاجه مشروعه في الكوره، لانك انت مش دايما هتبقى انت الليدنج في كل الماتشات يعني. لكن التفوق الحمد لله اللي احنا عملناه في نهايه المباراه والتفوق بثلاث اهداف الحمد لله اعتقد برده اللي ساعدتنا كتير جدا ان احنا نثبت ان احنا فرقه كبيره واللعيبه دي تستاهل اللي هي تبعد. عايز تقول لأكرم، انا عايز كلمه منك لأكرم المحارب وواحد من نجوم المباراتين ذهابا وايابا. هو اكرم من اللعيبه المميزه جدا جدا يعني بالنسبه لنا، ولعيب مهم جدا يعني زي ما انت قلت من اللعيبه المقاتله، اللعيب اللي هو اصلا بيتمرن كويس جدا جدا يعني، ممكن من الناس اللي بتقاتل في التمرين عشان كده ربنا بيكافئها يعني. هو لعيب اتمنى ان شاء الله الاستمراريه، واتمنى له التوفيق، واتمنى له ان شاء الله يعمل بطولات وانجازات كتيره النادي ان شاء الله. اشكرك يا كابتن سامي وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه النهائيه. المحارب او قلب الاسد قول زي ما انت عايز تقول، واحد من رجاله النادي الاهلي مهما يغيب بيرجع هو اكرم. اكرم انا بحييك وبهنيك، ومستر بيتسو موسيماني في المباراه الاولى قال لك انا فخور بيك يا ماي بوي ابني، النهارده قال لك ايه؟ لا الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا اول حاجه، لعيبه رجاله عرفنا نكسب الماتش، اهم حاجه نفرح الجماهير، دي خطوه عديناها ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله وناخد البطوله. كابتن موسيماني اتكلم معايا بعد الماتش وقال لي ان انا مبسوط بيك وفخور بيك تاني برضو، فده حاجه تسعدني طبعا، يعني انا بلعب في مكان مش في مكاني، بس اي واحد بيلعب في اي مكان لازم يؤدي فيه 100%، والحمد لله توفيق ربنا سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد يعني الحمد لله. اكرم دايما بنتكلم وبتقول لي يعني انا مهما ابعد بلعب بقلبي بلعب بروحي، ومش عايز اكد عليها لان كل الجميع عارف حب اكرم توفيق للنادي الاهلي وحبه كمان ان هو يكون موجود في الملعب. بص يا روان اقول لك حاجه، الواحد لما بينزل بيطيع ربنا سبحانه وتعالى في شغله، ده اهم حاجه. الواحد بينزل لازم يؤدي دوره، لازم يشيل اللعيبه اللي معاه في الملعب زي ما اللعيبه برده هتشيلك في الملعب. بسمع التعليمات وبحاول ان انا انفذها بالشكل المطلوب، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ، ويا رب نتمنى ان شاء الله البطوله تكون من نصيبنا باذن الله. معين الشعباني بدل عليك حمدي الهوري شويه، لا الدنيا مقفوله، جاب انيس البدري، لا الدنيا مقفوله، مباراه كبيره ليك يا اكرم النهارده. لا والله الحمد لله، هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى، هي لما الواحد يبقى في حالته مفيش حد يعني بيقف قصاده، بس الحمد لله رب العالمين، ده زي ما قلت لك برده ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ويا رب اتمنى الاستمراريه واتمنى ان شاء الله الماتشات اللي جايه اكون احسن واكون عند حسن ظن الناس. الشوط الاولاني انا عايز اقول المباراه الاولى كان فيها ضغوط كتير وكان فيها امور صعبه جدا، لكن انت كنت واحد من رجاله المباراه، اشاد بده مستر بيتسو موسيماني وايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ. والله يا رؤى دي حاجه تسعدني طبعا، بس انا عايز اقول لك على حاجه، هرجع برده لنفس النقطه ان اللعيب بيلعب في اي مكان تمام، طلبوا مني ان انا العب باك رايت، ما ترددتش عشان خاطر عايز العب وعشان خاطر الناس، بحارب عشان خاطر الجماهير وده مش كلام وخلاص، وبحارب عشان نفسي وعشان الناس اللي بتدعمني كل شويه، ويا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم دايما. شايف حب جماهير النادي الاهلي لاكرم توفيق ازاي؟ والله انا بشكرهم يعني على حبهم ليا، والله العظيم وانا كمان بحبهم، و بحاول بقدر الامكان ان انا ما بخلش بنقطه عرق عشان خاطرهم، ويا رب ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله اكون برضو عند حسن ظنهم. طبعا كلنا مركزين من اول البطوله، فالحمد لله دي حاجه كويسه، والترجي احنا كنا عاملين حسابه من واحنا هناك، فالحمد لله قدرنا ان احنا نكسب، والنهارده قدرنا ان احنا نكسب الحمد لله، وربنا كريم ان شاء الله نقدر نحقق 10 باذن الله. قفشه دايما في كلامه يقول لك حسين الشحات من افضل اللاعبين اللي بتتحرك لي، النهارده اسيست جميل من قفشه، تحرك ولا اروع من حسين الشحات، هدوء ثقه، حكم وقفنا على الاوفسايد، لكن احنا كنا متاكدين انها هدف. الحمد لله والله الحمد لله، طبعا يعني نفسه طبعا ما حدش يقدر يتكلم، من افضل لعيبه في افريقيا مش في مصر بس، على اعلى مستوى، ربنا يكرمه، ربنا يكرمه ان شاء الله دايما معانا. نفسه دايما انا بتكلم معاه انا هو قبل الماتش، اللي هو انا اول ما الكوره معاك وتلف هتعرف ان انا هدخل على طول، فالحمد لله قدرنا يعني نعملها النهارده زي ما بنعملها على طول، وقدرنا ربنا كرمنا ان انا اجيبها جون النهارده الحمد لله. حسين الفتره اللي بيبقى فيها ضغوط وفيها امور صعبه بتتعامل معاها ازاي؟ ونحن يعني انت عارف طموحات جماهير النادي الاهلي واحلام جمهور النادي الاهلي وثقه الجمهور في حسين الشحات ومستنيين منك الكتير.
طبعا والله يا جمهور النادي الاهلي طبعا اللي دايما في ظهر اللعيبه كلها مش في حسين بس، دايما معاهم دايما في ظهرنا دايما بيشجعونا، فالحمد لله هم عندهم ثقه بيا كبيره، فان شاء الله بوعدهم اللي جايه احسن، لان الفتره اللي فاتت طبعا يعني كان ضغوطات علينا كلنا، احنا كنا بنلعب كل يومين في رمضان، فالحمد لله يعني فمركزين، وبقول لهم ان شاء الله اللي جايه احسن، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نفرحهم ان شاء الله في افريقيا والدوري باذن الله. مواجهه مرتقبه خلاص مع فريق كايزر تشيفز، شايف المواجهه ازاي؟ والله طبعا احنا مركزين في الدوري الماتشين الجايين الاول، وبعد كده ان شاء الله نركز بقى في افريقيا ان شاء الله في اللي جاي، ان شاء الله نقدر نكسب، ان شاء الله نقدر نحقق البطوله ونسعد الجمهور كله ان شاء الله. لقاءات كانت جميله جدا، ويمكن برضو لو سريعا يا دكتور هنروح لما قاله او ما صرح به كابتن سامي قمصان تحديدا. هو كان بيتكلم مباراه صعبه بكل الاحوال، ولكن احنا كان عندنا افضليه وكنا متوقعين الضغط من الترجي. ده هياخدني بقى للنقطه اللي كنت بتناقش مع حضرتك فيها انا وكريم، وانها فكره ان كان في تناغم جميل جدا بين اللعيبه، يعني ما نقدرش نقول كان لعب جماعي بس حلو، ما نقدرش نقول لعب فردي حلو، هو كان لعب فردي حلو ولعب جماعي اكثر من رائع. فخلينا نروح مع حضرتك ونخش كمان على الارقام لو تسمح لنا. تمام، طبعا بيتسون موسيماني يعني غير طريقه لعب النادي الاهلي في المباراتين دول تحديدا. صحيح. ايه الطريقه؟ كنا بنلعب 4-1-4-1 بتتحول والكره معانا الى 3-4-3. ازاي؟ من خلال حمدي فتحي. حمدي فتحي هو اللعيب الارتكاز الليبرو المتقدم، والكره معانا بيرجع يسقط ما بين الاثنين المساكين ايمن اشرف وبدر بنون، وبالتالي بيبدا اريحيه كمان للاثنين المساكين، وبيدي اريحيه لاكرم توفيق ولعلي معلول. النقطه اللي لعب عليها موسيماني وما فهمهاش معين الشعباني في المباراتين هي نقطه ضعف الترجي، وهي الزون 14 اللي هي ايه؟ اللي هي المساحه اللي ورا لاعب الارتكاز الترجي اللي هو فوسيني كوليبالي، اللي هي انا هلعب بيتسو موسيماني يعني بيخلينا نلعب مع المنافسين على حسب اسلوب لعبه هو، ودي شطاره منه. انا هلعب دفاع منطقه، نبص اول يعني كره الهدف ده الجون اللي جه من طاهر ده ما جاش كده، يعني ما جاش اللي هو لا ده جاي تكتيك مدرب، وهبين لحضرتك ازاي في مباراه جمله واضحه في مباراه الاياب ومباراه الذهاب. نرجع بالصوره الاولانيه كده، نبص ادي الكوره بتتلعب فين؟ بتتلعب في المساحه اللي ورا كولوبالي، كولوبالي اللي هو لعيب ارتكاز الترجي، المساحه اللي وراه زي ما شايفين طاهر استلم فيها وبظاها لمحمد مجدي قفشه، وبعد كده انطلق طاهر محمد طاهر في عمق الدفاع، في خلال 3 ثواني عملنا الهجمه المرتده، وطبعا جت منها ركله الجزاء. فالكوره دي بدايتها مش جايه من فراغ، جايه من تكتيك مدرب ان انا هلعب على المساحه اللي ورا فوسيني كوليبالي. طب ازاي ناكد الكلام ده؟ تعال نشوف الهدف برضو بتاع مباراه الذهاب، هنلاقي نكمل خلينا اهو نفس اللعبه، ديانج برضو اهو جاي، ادي فوسيني كوليبالي تقدم، هو نزل الشوط الثاني في المباراه دي قفشه عشان يسحب معاه فوسيني كوليبالي، ادي ديانج معاه الكوره اهو، نكمل اللعبه اللي بعدها نبص نلاقي ايه، ادي المساحه الفجوه اللي ورا فوسيني كوليبالي اللي احنا اتكلمنا عليها، هنبص نلاقي محمد شريف طبعا بيضحك على محمد علي اليعقوبي مدافع الترجي، بيعمل نفسه رايح ناحيه الشمال، بعد كده يقوم داخل للعمق في المساحه ما بين المساك والباك اهو، هو في الاول ضحك عليه عمل ان هو رايح شمال، بعد كده دخل للعمق فين بالظبط؟ في اهي بص هو عمل نفسه رايح ناحيه الشمال. دي قرارات ذهاب واياب، ازاي شعباني ما خدش باله يعني؟ ما هي هي الفكره ان هو ما عندوش برده اللعيب الارتكاز البديل، حظه وحش برده ان جلان الشعلالي اتصاب اللي هو كان بيلعب في الحته دي، يقدر ان هو يلعب اثنين ارتكاز، فدي لعبه موسيماني اللي لعب عليها، هو لعب عليها ليه؟ عشان ده نقطه ضعف الترجي. يعني موسيماني عنده ميزه ان هو بيقرا، بص اهي ديانج ممرر منين؟ ممرر من المساحه اللي انا بتكلم عليها اللي هي بنسميها الزون 14. لا ارجع للصوره اللي قبلها، الصوره نرجع. ايوه هي دي، ديانج اهو في المساحه، هي الحته دي المساحه اللي مرر منها دي الزون 14 اللي هي المساحه اللي لعب عليها موسيماني، من احسن المدربين اللي بتذاكر المنافسين. برضه في مباراه نهضه بركان في السوبر الافريقي لعب على المساحه ما بين الباك الشمال والمساك الشمال، فهو بيذاكر كويس جدا جدا جدا. نكمل بقيه الصور. بالمناسبه اللعبه اللي جا منها ضربه الجزاء، في ناس كانت بتقول قبل كده ان الفار لما يجي النادي الاهلي هيتكشف، ده كان كلام بعض الناس صح ولا لا؟ الفار لما جه خدنا حقنا امبارح، لولا وجود الفار الحكم ما كانش حسب ضربه الجزاء. صح. صحيح. طب ازاي هذه الكوره اهي؟ طبعا دي فيها دفع بالايد، وبرده كان في كلام على حته انه خد طرد مش مجرد انذار. القانون بيقول ايه؟ بيقول ان في حاله ان اللاعب يمنع تسجيل هدف، ادي القانون قدامنا هو بايده كانت باينه قوي الحركه بتاعت الايد كمان. اه طبعا يعني. اهي القانون بيقول الاتحاد الافاب اللي هو الاتحاد الدولي قايل ايه؟ حينما يقوم اللاعب بارتكاب مخالفه ضد اللاعب المنافس ضمن نطاق منطقه الجزاء مع منعه من فرصه واضحه لتسجيل هدف، ده اللي هو حصل امبارح، ويقوم الحكم باحتساب ركله جزاء يتم انذار اللاعب. لغايه دلوقتي مفيش كارت احمر اهو، امتى بقى يدي كارت احمر؟ في جميع الظروف الاخرى اللي هي ايه؟ مسك، سحب، دفع،
امكانيه لعب الكوره يعني يتم طرد مظاهر التعمد. مظاهر التعمد دي طالما فيها استخدام ايد ما تقولش ما فيش تعمد، يبقى فيها تعمد على طول طالما اللاعب مسك. بس في ناس ممكن تقول لك ايه ده حركه جسد طبيعيه مع اكشن بيحصل. لا طبعا ده مع التحام مسك فيها مسك واضح جدا، فالطرد واضح جدا حتى من غير فار يا دكتور بصراحه. كان وده رد على الناس اللي كانت بتقول ان الفار لما يجي الاهلي هيك ادي الفار اهو، وادي اخذنا حقنا بسبب وجود الفار، وهو النادي الاهلي ده قدر الفرق الكبيره بس اخذنا حقنا من خلال الفار اخيرا. طبعا يعني كان قبل كده برده اللي فيه يعني ذكريات تعيسه مع الفار قبل كده برده. بس في الفترة الأخيرة في السنتين الأخرى تحديدا الاتحاد الأفريقي بدأ يظبط موضوع التحكيم الأفريقي ده من خلال وجود الفار. كان لازم ده يحصل. نبص بقى على الأرقام اللي حضرتك تفضلتي قلتي عليها. الأرقام طبعا أرقام المباراة. يعني نبص على الأرقام الأهلي وأرقام الترجي. تمام. هنبص نلاقي إن الاستحواذ النادي الأهلي كان 66%، الترجي 34%. عدد التمريرات 598 تمريره للنادي الاهلي مقابل 309. على فكره هم كان استحواذهم الاول اكتر مننا في اول نص ساعه. بعد الطرد الاستحواذ بتاعنا زاد، خاصه طبعا. كمان مع ان موسيماني في الشوط الثاني لعب ب 4-2-3-1 بنزول جونيور اجاي ورجع قفشه كصانع العاب لمركزه الطبيعي. المحاولات نبص على المحاولات، احنا عاملين اكتر 12 مقابل 6. المحاولات الصحيحه بتاعتنا 4، سجلنا منهم كام هدف؟ 3. فدي نسبه فينش عاليه، متاكد ان احنا جدا كنا بنضيع فرص قبل كده. دليل ان في الفينش بتاعنا زاد. والميس باس كان برده كان في فتره كان بعافيه حبتين، الموضوع ده اتظبط بشكل ملحوظ برده. الموضوع برده ليه؟ بسبب فتره الراحه. لما اللاعب بيبقى بدنيا جاهز بيبقى العقل بتاعه بيفكر كويس، بيطلع التمريره صح. لما بيطلع فتره راحه كويسه. العدد من الناس كانت ضد فترة الراحة دي، احنا يعني سمعنا كتير. عدد العرضيات هم عاملين عرضيات اكتر مننا، بس 13 منهم واحده بس صح، احنا عاملين 12. الضربات الركنيه برده هم 5، احنا 2. نيجي بعد كده للاعلى تقييم في المباراه. اللي اخذوا اعلى تقييم من لاعيبه النادي الاهلي رقم واحد طبعا كان محمد مجدي قفشه. ليه؟ عشان هو صنع هدفين. رغم ان هو ما قدمش مش مبارياته قوي، ولكن محمد مجدي قفشه مسته بتمريره يوصلك للجون. صحيح. ده قيمه اللاعب الكبير. طبعا. نبص على ارقامه هنلاقي ان هو لعب 68 دقيقه، صنع هدفين وصنع فرصتين. دقه تمريراته كانت 83%. هو بيمتاز بيها بصراحه دقه التمريرات فعلا. والتمريرات الطوليه كمان 3 ولمس الكره 44. لو جبنا احنا معانا صوره الهدف الثاني اللي هي عمل فيها التمريره الطوليه، هتلاقيها في الحالات موجوده برده، بتوضح التمريره ازاي اللعيب محمد مجدي قفشه ازاي اللعيب يقدر يضرب 3 خطوط بتمريره واحده. صحيح. ده قيمه نادره للاعب ممتاز زي محمد مجدي قفشه. ازاي بيطلع لك بتمريره اسمها تمريره كاسره للخطوط. دي خريطه الحراريه بتاعه تمريرات محمد مجدي قفشه في كل حته. بس هو طبعا كان مركز ان هو في الشوط الاول بيلعب جناح ايسر بيخش للعمق في المساحه اللي احنا قلنا عليها اللي هي ورا الارتكاز لعيب حسني كوليبالي اللي هو كان بيلعب في الترجي. نبص بعد كده على ارقام اكرم توفيق برضو. اكرم توفيق اكتشاف، عمل ماتشين حقيقه هايلين. اكتشاف صحيح. في مركز دي الخريطه الحراريه بتاعته اللون الاحمر ده دليل ان هو كان بيتحرك في المنطقه دي كتير جدا، يعني المكان ده ملتهب من كتر ما اتحرك فيه اللي هي اللون الاحمر. الاصفر ده برضو اللي هو اتحرك فيه. بص اماكن تمريراته بسم الله ما شاء الله. ارقام اكرم توفيق نبص بقى على ارقامه هنلاقي حاجات مميزه قوي لاكرم توفيق. اكتر لاعب لمس الكوره في النادي الاهلي امبارح اكرم توفيق. لمس الكوره كم مره؟ 96 مره. رقم كبير جدا. ان لعيب بيلمس الكوره 96 او 100 مره ده لعيبه بتحصل في الدوريات الاوروبيه اكتر. دليل على ان اللعيب ده كان محور بناء الهجمه من تحت. نكمل بقيه الارقام برده هنلاقي ان هو اكتر لاعب عمل تاكلينج صحيح وتملي. بنقول لسه كنت بقول لحضرتك ان هو لعيب روحه عاليه قوي، لعيب بيلعب عنده شخصيه وعنده روح. دي ميز بيلعب بقلب. فالتاكلنج بتاعه عامل 7، رقم يعني ما بيحصلش تقريبا في ان لاعب بيعمل 7 تاكلنج صحيح في ماتش. اكتر من فاز بالتحامات ارضيه، مميز قوي بحته الالتحامات، كسب 9 من 13. ده بياكد لك ايه برده؟ بياكد ان هو بيلعب بروح وبيلعب بعزيمه واصرار، بيخش بيوقف خطوره حمد الهوني. وحتى هو كمان كان في الحوار اللي كان معمول بيقول له انت لما راح عليك حمد الهوني وبعد كده راح عليك انيس البدري قال له ده الحمد لله ده توفيق من ربنا. يعني شتت الكوره مرتين واكتر من ارسل عرضيات 6. يعني ده دليل ايه؟ دليل ان هو بيدافع وبيهاجم طبعا. ممكن كان يقول ان اكرم توفيق في الدور ده هطلب منه ادوار دفاعيه بس، لكن هو كمان كان بيهاجم وبيصنع فرص. عامل 5 تمرير طولي بيحضر الهجمه من تحت، منع تسديده مؤثره. وبالتالي انا شايف ان اكرم واحد من اهم المكاسب وهيعمل منافسه مع محمد هاني في مركز يعني احنا كنا مقلقين قبل مباراه الذهاب. طب هاني لما يغيب طب مين يحل؟ طب اكرم أيوة. توفيق ولا رامي ربيعه ولا احمد رمضان بيكهام؟ اكرم لما لعب هي بتبقى فرص.
صحيح. اللعب في النادي الاهلي اللي بياخد فرصه لازم يتمسك بيها طبعا، وده اكرم توفيق نفسه من خارج. ولازم يثبت نفسه، واكرم توفيق هيعمل منافسه مع محمد هاني بعد كده. بيتسو لما يجي يفكر مثلا في مباراه بيراميدز، طب ما انا بيراميدز مثلا عندهم رمضان صبحي او ابراهيم عادل، طب انا لما اجي افكر احط اكرم توفيق ولا محمد هاني، هتلاقي فيهم نفس. والله المنافسه دي في مصلحتنا طبعا، وزياده الطمانه عند الجماهير. انا بقول لحضرتك دي لما تيجي فرصه للاعب في النادي الاهلي ده مثال لازم تتمسك بيها، لان الفرص ما بتجيش تاني خاصه في الانديه الكبيره اللي زي النادي الاهلي. دي نقطه مهمه جدا. على كل حال هي الفقره خلصت، بس الحمد لله احنا قدرنا ناخد من حضرتك كل المعلومات والتحليلات المختلفه المهمه. نورتنا بجد يا دكتور، وان شاء الله تكون معانا تاني ان شاء الله. استفدنا واكيد الجمهور كمان استفاد. نور حضراتكم ودايما متالقين. وعايز برضو اكد في النهايه ان احنا لسه ما نفرحش زياده عن اللزوم. نقطه مهمه جدا ان احنا بنفرح دايما في النهائي، دايما بنفرح بعد ما ناخد البطوله. فرحنا امبارح، من النهارده بقى نبدا نركز في مباراه الدوري، نبدا نركز في مباراه النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. سعدنا بوجودك وتشرفنا واستفدنا كمان جدا من كلامك المظبوط والمدعوم. فان شاء الله نرجع نلتقي بحضرتك مره ثانيه على خير. بنشكر حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده، وان شاء الله بكره يتجدد اللقاء. صباح النصر. ايوه صباح النصر.